كمان علشان بنشوف مشاكل المواطنين في الكثير من المحافظات، لما يبقى فيه 35 أسرة ويكون عندهم مهددين بالطرد من منازلهم إلا بيوت الناس يا جماعة. ونحاول هذه القضايا دايما تتحل طيب ما هو البديل ونعمل إيه علشان نعالج لهم هذه المشكلة، لأنك لما بترمي الناس في الشارع اقعد شوف كده احسب قول يعني كم مجرم ممكن ان ينشأ بسبب ذلك، كم اسره يمكن ان تتحطم وتتمزق. تعالوا نشوف للناس دايما هي القضيه بقى ما بقاش يعني عندهم حق ما عندهمش، هو كان قاعد في بيته هيبقى بعد كده قاعد في الشارع، طيب ما هو البديل؟ كيف يمكن ان ننقذ الناس؟ ودايما دايما بقول الا السكن يعني، وبقول دايما كمان انه اول توجيه من الله سبحانه وتعالى لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة إلا السكن. يعني السكن لا يمكن أبدا الإنسان يكون عنده حياة مأوى ملاذ ملجأ وهو نايم في الشارع. تعيش 35 أسرة بكفور البهايتب الدقهلية تحت التهديد بالطرد أو الحبس بعدما طلبتهم المحليات بدفع مبالغ طائلة مقابل منازلهم التي يقطنون بها، بينما يؤكد الأهالي أنهم يعيشون في ملكيتهم ولديهم بذلك عقود ومستندات. 35 أسرة مهددين إن احنا نترمي في الشارع بسبب المجلس المحلي بأول ليلة، عمالين يرفعوا علينا قاضي يطالبونا بمبالغ طائلة ما تتجاوز من 60 ل 80 ألف جنيه. القطعة اللي هي بنتكلم عليها مقسمة إلى قطعتين، القطعة اللي احنا حضرتك ديت والقطعة التانية عمودية عليها. القطعة المعمودية عليها ديت ما ثبتتش. طب ما ثبتتش ليه؟ ما ثبتتش لأن القائم على المجلس القروي في هذا الوقت حصل خلاف بينه وبين أحد المواطنين فقال له والله العظيم لسففكم التراب، وقد حصل بالفعل، راح سجل القطعة ديت وما سجلش القطعة التانية لأنها فيها أقاربه وعيلته. معانا عقود من سنة 26، عقود مش مسجلة فعلا لأن كانت عقود ودية بين الأهالي من سنة 26، يعني مضى عليها حوالي 90 سنة. طب هم جايين بعد 90 سنة يطالبونا بالمبالغ دي ليه؟ المشكلة بتاع القطعة رقم 24 اللي هي بيقولوا عليها أملاك دولة ديت، في إحنا معانا مكلفة اللي بتقول القطعة ديت ملك ناس، أنا وارث عن أبوي وأبويا وارث عن أبوه، وكل الناس دي شارية بعقود من المكلفه دي ومعاها عقود ابتدائيه، واذا ثبتوا ان هي املاك دوله احنا ما عندناش مشكله. رحنا وسالنا قالوا ما فيش املاك دوله، ما البهايته مش في سجلات املاك الدوله في المحافظه. حضرتك اللي بيحصل ده اسمه لوي دراع، علشان بيوت مولودين فيها لتالت الجيل وتدعي علينا الوحده المحليه وكل يوم المباحث مهددين ان هي تيجي تاخدنا. طب احنا هنجيب منين الالوفات دي؟ انتوا ناس موظفين وبتاخدوا الالوفات، احنا ما معناش اي حاجه من الدوله اكتر من بطاقه العيش. فاللي بيحصل ده حرام حرام بجد، عشان ابقى بايت في بيتي ويجي واحد يخبط عليا ويخش عليا انا وعيالي وياخدني عشان عليها حجز وتبديد للدوله. حضرتك لسه دافع 3000 جنيه قسما بالله سالفهم، قسما بالله سالفهم، علشان عندي عيال كبار وما ينفعش المباحث تيجي تاخدني من بيتي. دفعت 3000 جنيه من اول دفعه والحجز والتبديد في المحكمه، بكره المباحث هتاخدني. كم قال؟ من 12700. وممكن حضرتك ما تعرفيش الايجار ده بتاع سنه كام، يعني ممكن بعد ما المبلغ يخلص بثلاث ايام نخش في مبلغ تاني. جايبين علينا 11500 لاولاد وكلهم غلابه على قد حالهم، ولا مش عارفه اعمل ايه. رحت الشهر اللي فات دفعت لهم 1000 جنيه وقلت لهم قصدوا لنا البقى، انا مش هقدر ادفع. الوحده المحليه خربت بيتنا، خربت بيتنا. في 2011 احنا عمالين ندفع فلوس لله وللوطن. ازاي دي وحده محليه تدخل له ميه ونور وتيجي تقول املاك الدوله؟ افاجئ ابويا، انا راجل عنده 75 سنه دلوقتي، راجل يعني كبير في السن، حاجزين عليه ب 24000 جنيه، اتحكم عليه 3 شهور سجن، طب يجيب منين ال 24000 جنيه؟ حق مين ان هو تصبح ان انا الاقيها املاك دوله؟ ولم يثبت الخبير ان هي املاك دوله، لم يثبت الخبير في القضايا ان هي املاك دوله، ولم يثبت ان فيها تعاقد. بص الاقي بيتي او اخويا عليه املاك، عليه ايجار من حوالي 10 سنين. الخريطه بتقول ان هي دي حرف ال، هم جابوها بس اللي هي الحته الايه، الحته اللي هي المستقيمه دي، اما اللي هي الحته التانيه ما حسبوهاش، ما اعرفش ما حسبوهاش ليه.
في السن دي نحبس ازاي واحنا علينا مبلغ دي مش قادر ادفع فلوس ندفعهم ازاي؟ حضرتك دلوقتي انا جاي على 16,000 جنيه في املاك الدوله، هجيبهم منين؟ انا راجل سواق توك توك اشتغل يوم وعشرة لا. زي ما قلت ان في المشاكل من هذا النوع محتاجين يبقى في معيار معيشي واجتماعي وانساني، واحنا بنحل ونشوف ازاي يتم حلها، خاصه الناس بتتكلم عن اجيال عاشت في هذه البيوت يعني. فنوازن ما بين اذا الدوله بتستعيد حقها وما بين كمان الناس هيبقى مصيرهم في الشارع، وبالتالي هنا هيبقى في مآسي اجتماعية وإنسانية متعلقة بده.